مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. ساعة شهية وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد دايما على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال وبرنامج ساعة شهية. وزي ما بنقول أكلة شهية جديدة وساعة شهية جديدة ووقت شهي جديد. معانا النهاردة ضيفة عزيزة على قلبي، جميلة، أنا بسميها ملكة الكاترينج. عندها كاترينج ما شاء الله، بتتعامل كويس جدا مع الناس، بتوصل أوردرات كويسة جدا ما شاء الله عليها. أنا مش عايز أتكلم عليها كتير، نرحب بيها الأول ونرجع ندردش مع بعض. يلا تابعونا، معايا ومعاكم الشيف أمل. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتيني لتاني مرة وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة إن شاء الله، وما تحرمناش من طلتك علينا. يا رب يخليك يا جماعة. الشيف أمل ما شاء الله عليها، أول ما بنطلبها تيجي تحضر معانا حلقة، بصراحة يعني سريعة الاستجابة، تقول بتقول انا تحت امركم، انا زي ما تامروني انا معاكم ان شاء الله، ونفيد الناس ونقدم اكلات سريعه وبسيطه وسهله. وهي عندها كاترينج مميز جدا، وان شاء الله في حلقه تانية ان شاء الله نحدد ونتكلم عنه، هي بتقدم ايه وايه الحاجات اللي هي مميزه فيها. ولكن تعالوا مع بعض نشوف هي مقدمه لنا ايه النهارده، وصفتنا ايه النهارده يا شيف. هنعمل تشيكن بوبيت. تشيكن بوبيت عباره عن ايه بس عشان اوضح للساده المشاهدين؟ دي عباره عن صدور فراخ سليمه، وبنفتحها كده زي الجراب وبنحشيها حشوات، وهي ليها حشوات كتيره، دي اكله ايطاليه من المطبخ الايطالي. تمام، نتكلم عنها بعدين. هنعمل ايه تاني النهارده معانا؟ هنعمل رز بالبسله والجزر. رز بالبسله والجزر. هنعمل سلطه بطاطس بالمايونيز والسويت كورن والفاصوليا الحمراء والزبادي والجبنه كده. بعد الاكله الجميله الحلوه ديت اللي انا يعني عايز اكلها قبل ما تطبخ معاكي، قبل ما تحضريها عايز اكلها، هنعمل حلو النهارده يعني، هنحلي ولا مش هنحلي؟ هنعمل مهلبيه. كل الناس بيعملوا مهلبيه، هيقولوا عادي يعني يا شيف امل مهلبيه. بس لا، هي مهلبيه بطريقه جديده وطريقه حلوه. طيب يعني وغريبه شويه. انت الاحلى يا شيف، نورتيني، اكلاتك كلها مميزه. نبدا مع بعض يلا. هنبدا ونشوف هنعمل ايه، واشرحي واحده واحده. احنا هنبدا بالرز الاول عشان يستوي على ما نعمل حاجه. هنعمل رز مصري. الرز المصري، الرز العادي المصري. تمام، نحط ماده دهنيه. رز بالبسله يعني رز بالخضروات. رز بالخضروات، تمام، اللي هو بسله وجزر. بسله وجزر ليه ميزه بقى؟ يعني ايه ميزته؟ ميزته ان هو طبيعي كل بيت مصري بياكل يا مكرونه يا رز، فده رز معاه خضروات، هو يعني انت واخد بالك؟ تمام، على اساس ان في اطفال ما بتحبش تاكل الخضار. يا جماعه لو معانا اتصالات دخلونا على طول، عشان بس عشان ناس كتيره جدا بتتواصل معايا بعد الحلقه وتقول يا شيف ابدا الاتصالات عشان الوقت يعني بنأخر عليهم، معلش لو معانا اتصالات نبدا على طول ونشوف اول اتصال معانا. يبقى كده احنا نزلنا بالماده الدهنيه مع الشيف امل. وشرايح بصل تسخن شويه، وبعد كده شرايح بصل. انا حاطه بصل زياده هنا علشان هاخده للبوبيت، فبدل ما اضيع وقت. هنا يعني لمسه جميله من الشيف امل يا جماعه. طيب ناخد اول اتصال يا شيف، شكل الناس كانت منتظراكي. يا استاذه سمر اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيف، انا متابعاك والله على طول جدا وبحب البرنامج قوي. ربنا يبارك في حضرتك، نورتيني. الله يخليك والله. والشيف امل كمان شفتها الحلقه اللي فاتت برضو، كانت رائعه يعني، عملت كل وصفاتها والله ما شاء الله. حلوه قوي الشيف امل. مميزه، ميرسي يا سمور. جدا عند حضرتك. احلى حاجه اكلاتها جديده، اول مره اسمعها يعني، بتقول كده حاجات غريبه كده جديده، عجبت جوزي جدا والله ما شاء الله. عند حضرتك اي سؤال؟ طيب انا عايز اعرف اللي هي الاكله اللي تعملها دي تنفعني كده بعد الشغل برضو، السنه واحده موظفه بدور على الاكلات السريعه. طيب الشيف معاك هيات، الشيف معاك هيات، تساليها الشيف. طبعا يا حبيبتي. تسلم ايدك والله، وانت زي القمر. ميرسي يا سموره، ميرسي يا حبيبتي، انا حاسه اني سمعت الصوت ده قبل كده. طيب ماشي، شكرا ليكي. بقى عشان انا بشوف متابعه صفحتك برضو وكده على الفيسبوك، بتعملي عزومات كبيره وحاجات كبيره كده. ماشي يا حبيبتي، انا تحت امرك ان شاء الله. شكرا لحضرتك. انا هتابعك بقى. ماشي، شكرا. ماشي يا جميله. ماشي، شكرا. شكرا لك. هي عايزه تشرحي لها الوصفه اللي انت بتعمليها يعني. طيب تمام، تابعي معانا وهي هتشرح لحضرتك الوصفه دلوقتي حالا. احنا حمرنا. تمام، معانا اتصال تاني.
احنا حمرنا البطاط البصل تمام علشان وخدنا منه شويه لان هو المفروض ان هو برضو عشان البوبيت تنحمر فاحنا اقتصدنا الوقت ودبلنا البصله يعني مش ممكن بعد اذنك اشوف البسله البسله بالجزر يا استاذه مي اهلا وسهلا بحضرتك مي من الشرقيه نعم يا استاذه مي عليكم السلام اتفضلي مع حضرتك وممكن اكلم الشيفه الشيفه مع حضرتك اتفضلي ده احلى شيف ده ولا ايه احلى شيف امل دي ميرسي يا حبيبتي اتفضلي اكلك جميل جدا والله وعجبني يا ربي يخليكي يا حبيبتي ده من ذوقك ميرسي عندك ليها اي سؤال طيب عايز اعرف طريقه عمل الشيش طاووق الله. عمل الشيش طاووق ان شاء الله تابعي معانا ونجاوبك ان شاء الله عندك اي سؤال تاني ربنا يخليك شكرا ليك وشكرا لاتصالك وشكرا لمتابعتك للبرنامج انت يا شيف شغاله وعايزين نشوف الشرح عشان الوقت لا 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 ما تعديش انا مش هسيب الموضوع كده مش هسيب عايز اعرف ايه طريقه الرز بالبسله بالجزر ايه التكه بتاعتك يا شيف احنا من الاول كده عملتي ايه احنا حطينا الماده الدهنيه وبحب احط زيت مع الرز علشان بيديله لمعه ويفلفله تمام ودبلت بصله ما خدتش لون تمام هي دبلت كده بس وانا اوريدي سلقه البسله والجزر مديهم سلقه مسلوقه تمام زي الفل وحطيت مكعب مرق وملح وفلفل وبشوح شويه البسله والجزر لغايه ما ريحه البصل كده والبهارات تطلع تبدا تظهر معانا تظهر معانا اوكي فانا ده رز مصري عادي غسلاه ومنشفاه وحطيته تمام تسلم ايدك يا شيف فعلا ريحه البصل طلعت وريحه البهارات طالعه عليا كده وتسلم ايدك واهو هو كده اهو سريع جدا جدا اهو وزي الفل في ناس بتحب تحط له كاري عشان يدي اللون الاصفر يدي اللون معانا وبرده الكاري بيبقى مفيد للهضم وفي نفس الوقت بيدي لون يعني الالوان مع الاخضر والاصفر والكاري تمام خلاص احنا كده خلص هنسقيه بقى الميه طبعا الرز المصري يختلف عن الرز البسمتي بياخد ميه بيقبل ميه اكتر ده حطينا كوبايتين يبقى كوبايتين ميه بس انا علشان بقى زي ما حضرتك عارف احنا ايدينا واخده ده على المقدار فمش عارفه مش بنعيد ايدك ازاي عارفه تظبط ازاي تمام زي الفل تمام كده خلصنا اهو مريم اهلا وسهلا بحضرتك الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي عاملين ايه الحمد لله تمام منورين الدنيا كلها ربنا يبارك في حضرتك واموريني ممكن اكلم الشيف اللي معاك الشيف امل مع حضرتك اتفضلي ازيك يا شيف امل عامله ايه الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله يا جميل حضرتك ايه الحمد لله انا والله ميرسي يا قمر اتفضلي عندك سؤال اتفضلي عندك اي سؤال الشيف مع حضرتك طيب شكرا لي ام سيد اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بقى للسويس اهلا بيك الله يخليك ربنا يبارك في حضرتك الله يخليك انا عايزه اعرف نص كيلو لحمه مفرومه عليها قد ايه رز لحمه كفته الرز كفته الرز يا شيف نص كيلو لحمه مفرومه عليها قد ايه رز يعني كوبايه الا ربع كوبايه الا ربع تقريبا نفس المقدار كوبايه الا ربع تقطع معانا نص كيلو ولا اقل شويه لا اقل شويه اقل شويه لا اقل من النص كيلو طيب احنا ممكن ربع كيلو اقول لك حسبه انت تقسمي على النص ايه رايك صح كده يا شيف يعني نص كيلو لحمه يعني نص كيلو ربع رز عليه ربع كيلو رز ربع كيلو رز يبقى نقسم انا يعني بقول لك نقسم على النص دايما تتبيلات الكفته دائما اقسمي على النص في ناس نص يعني كيلو لحمه عليه نص كيلو رز ربع ايوه زي الفل ربع كيلو رز انت سالتي على نص كيلو بقول قلنا لك ربع كيلو رز يبقى هنكتر ماشي اتفضلي عادي قولي اي هتحطي يعني في الطماطم في الصلصه شكرا ماشي شكرا يعني انت عايزه تعرف كفته الرز ممكن تقولها لها بتتعمل ازاي كفته الرز الرز لو احنا حطينا نص كيلو رز هنحط كيلو لحمه كيلو لحمه وفي ناس بتعاني وتقول ان بيفك ان أيوة. الفك دوت يا جماعه بتحطوا بصل كتير
تمام. ده بيساعد على فك كفتة الرز. احنا بنحط يعني على كيلو بصلايه صغننه كده، وما نحطش برده خضره كتير. يعني التست بتاعنا بس مش لازم نزودها، يختلف عن تتبيله الحواوشي وعن كفته السيخ. ايوه تمام. وما نحطش خضره كتير، بتسودها وتخليها برده صيصه وناعمه وطريه، ما بتخليهاش حلوه كده. يعني هو ميزه كفته الرز يا جماعه انها لازم تكون ناشفه، لازم تكون مقرمشه عشان بتدخل في صلصه. ايوه تمام زي الفل. تمام تسلم ايدك يا شيف. نشرح بقى وصفتنا النهارده، احنا بنعمل ايه؟ احنا جبنا صدر، يعني انت هتطلبيه من بتاع الفراخ، تقولي صدر سليم. صدر سليم، وبنفتحه كده، بنقطعه كده زي الجراب اهو. تمام زي كوردون بلو سليم. ايوه زي كوردون بلو سليم بالظبط كده اهو. تمام فاحنا بس نحط الزيت كده يسخن ومتبل بعد اذنك يا شيف، ومتبلينه ملح وفلفل بس. ملح وفلفل فقط؟ اه مش محتاج. تمام تسلم ايدك يا شيف. احنا بقى مجهزين له الحشوات بتاعته، الحشوه بتاعته فلفل الوان، فلفل كل الالوان، و اخضر اصفر احمر وعليه بصله. فلفل ابيض؟ لا ده الفلفل الابيض ده بقى اللي هو ايه بدل الاسمر، يبقى بصل. بصل معانا وفلفل الوان يا جماعه، ثلاث انواع فلفل، اخضر اصفر احمر والبصل معانا. ايوه وبنحط كمان، احنا بعد ما نخلص كده الاول هنحشي كده. استاذنك ناخد اتصال ونرجع تاني. اتفضل يا استاذه ندى. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا ازي حضرتك، الاخبار يا شيخ؟ ربنا يبارك في حضرتك، الحمد لله رب العالمين. اموريني انا والله بتفرج عليكم دايما والله، وشيف امل منوره والله. شيف امل دايما منوره معانا. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي يا ربي يخليك. انا عايزه اقول ان متابعه صفحتها والله، او بطلب طلبت منها مره الكوردن بلو، عجب جوزي قوي وعجبنا. هي بصراحه نفسها حلو في الاكل والله، تسلم ايديها بجد. ما شاء الله، ادعي ربنا ان هي تثبت معانا، لان هي مشغوله جدا بالكاترينج بتاعها. انا عارفه والله، وصفحتها اصلا يعني مشهوره، وانا عرفتها والله من طريق الشغل، يعني هي مسمعه قوي والله بجد. ما شاء الله. اكلتي بقى من ايديها حاجه؟ بعتت لك حاجه؟ ما بتقول لك اهي كوردن بلو، وكانت بتعمل عيش كده حلو، ومكرونه بشاميل، وحمام كذاب. انا يعني انا في كده عرفت الصوت برضه، شفت زمان. تمام تمام والله، تسلم ايديا والله، مش مجامله بس بجد نفسها حلو قوي في الاكل. طب ايه راي حضرتك، طالما انت جربتي اكلها تشرفينا هنا، تشرفينا هنا حلقه، ونقعد نتناقش في الوجبات اللي بتوصلها الشيف، ايه رايك؟ من عينيا والله، من عينيا. ربنا يبارك حبه حضرتك. خلاص طالما مدام بتتواصلي مع الشيف ان شاء الله، طالما انت بتتواصلي مع الشيف تتواصلي معاها، وان شاء الله ونرتب وتشرفينا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك، وشكرا لاتصالك ومتابعتك لينا ومتابعتك للشيف امل. بتعملي ايه يا شيف؟ احنا يا شيف دلوقتي الفلفل الالوان مع البصل اهو، بنحشي كده. البوبت ده ممكن يتحشي حاجات كتير قوي غير أيوة الحشوات. ايوه عايز اتكلم بقى في الحشوات. يعني هو ليه حشوات كتير. احنا كده وبعدين بنحط جبنا شيدر او جبنا. معلش يا شيف اتصالات معانا كتير. ام محمد الجيزه، اهلا وسهلا يا ام محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيف، عايزه طريقه كيكه الاسفنجيه. عينينا حاضر، الكيكه الاسفنجيه حاضر. ان شاء الله يا جماعه انتظرونا الاسبوع ده، ان شاء الله معانا حلقه كامله ان شاء الله باذن الله عن الكيكات وعن الترط والجاتوهات والاسبونجات وال تمام ماشي. شكرا ليك، تابعينا ان شاء الله. همسه من دمياط، اهلا وسهلا بأهل دمياط. يا همسه اتفضلي. انا اتفضلي لو سمحت، عايزه طريقه البسبوسه. طريقه البسبوسه عند حضرتك. اي سؤال تاني؟ انا بحب شيف امل قوي. شيف امل زي العسل وكل الناس بتحبها. اتفضلي معاك. لو سمحت عايزه طريقه البسبوسه. حاضر اتفضلي. عند حضرتك اي سؤال تاني للشيف امل؟ شكرا شكرا. نعم نكمل وبعد كده نقول ايه الاسئله اللي عندنا. بص يا شيف، احنا خلاص اهو، احنا هشيناه بفلفل الوان بعد ما فتحناه زي الجراب كده زي الكوردون بلو، وتبلناه بالملح والفلفل بس، وحشيناه فلفل الوان ومع بصل، وجبنا شيدر او جبنه رومي مبشوره، وجبنا موزاريلا.
تمام. انت اتكلمتي بقى قلتي ممكن يتحشي ايه تاني؟ ممكن يتحشي حشوات تانية كتير، ممكن خضار، ممكن بسلم. عارفك ما بتحبيش تكلمها لما تكون الحاجة بالظبط مظبوطة معاك عشان تعرفي تقولي ايه النظام. احنا بقى هنحطهم كده، انا هقول على حشواته. ممكن بيتحشي روز بيف، ممكن بيتحشي سلامي، ممكن احنا حطيناه كده هياخد وش كده تحميره كده وتحميره كده. تمام تمام. وبعدين بنحطه في الصينيه ونحط عليه جبنه موزاريلا من على الوش، وياخد وش في الفرن ويكمل سواه عشان اللحم اللي جوه والأنسجة اللي جوه تكون مستوى. تمام زي الفل. تمام تمام. تسلم ايدك يا شيف. ميرسي. انت نورتينا. يا رب يخليك، ينور بيك والله. حاضر. طب رايك يا شيف نروح لفصل ونرجع نواصل؟ فاصل رجع معاكم نواصل. نتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. ساعة شهية. وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة. ورجعنا لكم بعد الفاصل معاكم ومع الشيف أمل نواصل ونشوف وصلنا لحد إيه مع الشيف أمل. قبل ما نروح للشيف أمل بقول لكل السادة المشاهدين تابعونا على قناة الصحة والجمال، تواصلوا معانا عبر البرنامج، اللي عاوز يظهر معانا في برنامج ساعة شهية اتفضل بسرعة يتواصل معنا عبر الأرقام الموضحة على الشاشة. أو على صفحة البرنامج برنامج ساعة شهية، أو على صفحة الشيف رائد، كله يتابع كله يتصل. يلا عايزين نكون مع بعض إيد واحدة ونرجع للشيف أمل ونقول أنت بتعملي إيه. إحنا خلاص بعد ما حشيناها الحشوات اللي هي الفلفل الألوان والبصل والجبن، ميكس جبن بس أساسي جبنة موزاريلا، حمرناها على في الطاسة وبعدين حطينا على الوش. لازم تاخد لون، لازم تاخد لون احمر عشان تدخل في السوى. تمام تمام. وبعدين حطينا على الوش جبنه موزاريلا وهتدخل الفرن 10 دقائق بعد تمام. اذنك يا شيف. انا الفرن وانت هتعمل لنا ايه بعد كده؟ انا هعمل مهلبيه، قلنا المهلبيه الجديده دي، بس المهلبيه معروفه ان هو لبن وشويه نشا وسكر. تمام. لا المهلبيه بتاعتي المره دي ان هنحط الحاجات دي على البارد، هنحط معلقتين نشا عادي تمام. اشرحي يا شيف المهلبيه. هنحط معلقتين نشا، ده نص كيلو لبن، هنحط معلقتين نشا، هنحط 4 معالق سكر كبار، هنحط دقيق. كله على بعضه يا شيف؟ على البارد. كله على بعضه على البارد. وهنحط دقيق، هي التركايه دقيق يا شيف، حضرتك ما خدتيش بالك. لا انا مستني كده بس لما قلت له كله على بعضه يا شيف وبعد كده حطيتي دقيق. ايوه حطينا دقيق. هي فعلا كده، انا كنت مستني هي قالت المهلبيه بطريقه جديده وتختلف فعلا، هي كده طريقه جديده. ولسه يعني هنحط برده حاجه ثانيه، الدقيق بيخليها سوفت كده وناعمه. طعم يختلف كده، طعم يختلف. الرو بتاعها اللي هو الدقيق. احنا حطينا النشا ده لتاكيد ان هو الربط بس. تمام زي الفل. فهي كده اول ما تربط معانا هننزل بمعلقتين كريم جانتين. كويس. او كريمه خفق. تمام كويس. يعني يا كريم جانتي يا خفق. كده نعيد بقى الوصفه تاني. تمام معلش احنا انت عملتي ايه عشان بالفانيليا؟ ده نص كيلو لبن. تمام. حطينا عليه 4 معالق دقيق ومعلقتين نشا و4 معالق سكر. تمام تمام. استأذنك نروح للتليفون ونرجع تاني. اتفضل. محاسن من القاهره، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، ازيك يا اتفضلي معاك. الله يبارك في حضرتك. انا متابعه حلقات حضرتك وبتعجبني قوي. ربنا يبارك في حضرتك، شرف ليا. متنوعة كده، وخصوصا الحلقة اللي فاتت جبت بنت صغيرة كده، والنهارده الشيف أمل عاملة حاجات جميلة قوي ما شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. تسلم. ميرسي يا حبيبتي. وبيعجبني أفكارك كده، متنوعة في تقديم كده ناس، يعني مش بتقدم ناس معينة كده، مختلف.
بنحاول نجيب من كله يعني، من كل الاطياف. شيفات وستات. انا حتى عندي بنات اتبسطوا قوي بحلقه المره اللي فاتت. ما شاء الله ما شاء الله. طب ما يشرفونا. طيب اتحمسوا كده، اتحمسوا، ما كانوش بيخشوا المطبخ خالص، بقوا يقلدوا وبقوا يخشوا. بقيت فرحانه والله ان ولادي ما كانوش بيخشوا المطبخ، بقوا يدخلوا. طب الحمد لله. طب ايه رايك بقى، ايه رايك بقى نحمسهم اكتر ونجيبهم معانا؟ ان شاء الله يتكسفوا. لا لا. طب وانا عايزه اشكر الشيف امل قوي. الشيف امل مع حضرتك. نفسي نفسي يعني كنت اشكرها، لان انا كنت بتعامل معاها من غير ما اشوفها، فاول مره اشوفها على الشاشه يعني. اتفضلي هي معاك يا اشكريها زي ما انت عايزه. اعرفها من الصفحه بتاعتها، وكان عندي عروسه طلبت منها 10 عروسه يعني، بصراحه ربنا شرفتني قدام اهلها وكده. ما شاء الله قدام اهل عريسها. ميرسي يا حبيبتي، عقبال بقيه العرايس ان شاء الله. امين يا رب امين. وبشكر حضرتك قوي يا شيف امل، يا رب يخليك منوره كده. شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك، وسعداء بيك في بالاتصال ده. اتفضلي يا شيف. تمام. انت عملت ايه؟ هنكمل بقى وصفه المهلبيه تاني، معلش هنعيدها تاني نقول عملنا ايه. تمام كده. شوف الدنيا فيها ايه. اهو المهلبيه نص كيلو دقيق، وعليها اربع معالق دقيق، ومعلقتين نشا، واربع معالق كبار سكر. هي حته الدقيق دي هتخليه سوفت، هتخلي المهلبيه حتى وانت بتصبيها حاسه ان هي ناعمه، حاسه ان هي ناعمه. وبعدين المهلبيه دي. طيب ناخد اتصال معلش يا شيخ. طيب اتفضل. متابعين القطار. عبد الله اهلا وسهلا بأهل المنوفيه. الو يا شيخ. ازيك يا عبد الله؟ الله يسلمك، عامل ايه؟ انت كده صديق البرنامج يا عبد الله، على طول متابعنا. ايوه حبيبي اتفضل. اكلاتك جميله والله يا شيخ، وبحب اسمعك قوي. ربنا يبارك فيك. واسمع كل قنوات على قنوات السحر. حبيبي حبيبي امرني. انت عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه يا عبد الله؟ انا عندي 11 ونص. بتعرف 11 ونص؟ طيب ماشي. بتخش المطبخ يا عبد الله بتساعد ماما؟ اه. طيب بتعرف تعمل اكلات ايه يا عبد الله؟ اكلات خفيفه كده يعني. يعني ممكن كتيرة. ممكن تعرف تعمل لي شاي؟ اه. حبيبي يا عبد الله. طب ايه رايك يا عبد الله؟ سيب لي رقمك في الكنترول، ايه رايك تجي نجيب حد صاحبك ونيجي نعمل حلقه هنا مع بعض، ايه رايك؟ ماشي. طيب طيب ماشي. اتصل بينا تاني يا عبد الله، او خد رقمي من الكنترول دلوقتي واتصل معايا، هيدوا لك الرقم. تسلم تسلم يا حبيبي. تسلم. حاول تتصل بينا تاني وتابع معاهم في الكنترول، هياخدوا الرقم او يدوك رقم ونتواصل مع بعض. وايه رايك يا شيف؟ رأيي في جن. نكمل المهلبيه. نكمل المهلبيه. نكمل المهلبيه مع بعض. انا راح اشوف المهلبيه اخبارها ايه وانت قولي لنا ايه الدنيا. تمام. الدنيا ان احنا هنفضل نقلب فيها كده. بدات تتقل معايا يا شيف اهو كده، صح؟ اه تمام. المهم كده انا بعرف اطبخ. انت استاذ يعني. اي واحده ست بيت ما تشيلش ايدها، ما تروحش تعمل حاجه ثانيه يعني زي كده. لا انا كده ناصح ازاي؟ قالتك مشغوله قلت اعمل ايه؟ ايوه لا طبعا. ماشي. المفروض ان ايدها على طول في ال هي اي حاجه فيها نشا او فيها روح او فيها دقيق لازم بالتحريك على طول. بالظبط كده. تمام. بعدنا عنها خلاص، راحت الدنيا. تمام. نقول بقى احنا حطينا ايه في النشا بسرعه بقى قبل ما يجينا اتصال تاني يا شيخ. احنا حطينا الدقيق والنشا والسكر وقلبنا. تمام. قربنا بقى ان هي خلاص ربطت يا شيخ ولا ربطت لسه؟ ربطت بس لسه نديها شويه، لسه عايزه معانا شويه. طيب. طبعا لو اي حاجه فيها نشا لو عايزينها تزيد في الربط خليها على النار. نخليها على النار. كل ما تاخد نار كل ما تتقل. بالظبط يعني كده. احنا المتحكمين فيها. صح كده. انا شايف ان كده كويس. تمام. ما تطفيش علشان هي احنا خلاص هنحط الفانيليا. الفانيليا في الاخر طلع معايا تيست. هنحط بقى حوالي اربع معالق كريم جانتي او زي ما قلنا كريمه خفق. ده الطعم بقى. ده الطعم. بس هي فيها تركايه ثانيه
ان احنا كده مش عملنا مهلبيه، احنا عملنا بعليصه. لا والله ما بعليصه دي بقى دي ليها فساد كتير. ده كده ست مهلبيه، دي ست مهلبيه يا جماعه، ما تسمهاش مهلبيه عاديه، دي اسمها قشطه. قشطه بيتعمل بيها عيش السرايا. يا سلام. ايوه ممكن نعمل عيش السرايا ونحطه عليها. نروح سوهاج ونرجع تاني. طيب يلا يا معاك. سوهاج اهلا بسوهاج. اهلا ازيك يا سيف، ربنا يبارك فيك. مين معانا من سوهاج؟ ايمان. ازيك يا ايمان؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. اموريني حضرتك منور البرنامج. ربنا يبارك في حضرتك، تسلميني. لو سمحت كنت عايزه اعرف طريقه الكيكه الاسفنجيه. احلى كيكه اسفنجيه لحضرتك حالا. عايزه اي حاجه تاني؟ لا شكرا. شكرا ليك، شكرا ليك يا ايمان. الكيكه الاسفنجيه يا جماعه عليها طلب جامد. بس هي والبشاميل، يعني انا دايما لما بقعد اعيد الحلقات او اشوف الدنيا فيها ايه. معانا حد تاني؟ طيب تمام زي الفل. احنا محضرين يا جماعه حلقه كامله عن الكيكات، حلقه كامله عن الكيكات. الكيكه الاسفنجيه مقاديرها، الكيكه الاسفنجيه بتتضرب ازاي، الكيكه الاسفنجيه بتستوي ازاي، الكيكه الاسفنجيه بتتفنش ازاي في الاخر ونطلعها تورته وجاتوه. ان شاء الله معانا شيف اسمه الشيف اسلام باذن الله، بيحضر لنا حلقه قويه وان شاء الله يجي معانا ويرتب معانا الدنيا. ولكن اقول لك الوصفه بسرعه دلوقتي، استاذنك يا شيف اقول لها الكيكه الاسفنجيه. اتفضل. انت تحضري 8 بيضات و200 جرام دقيق و200 جرام سكر ورشه فانيليا ونص معلقه بيكنج بودر. بس مش عايز منك حاجه تاني، هعيد لك تاني. بتحضري 8 بيضات، 200 جرام سكر، سكر العادي بتاعنا بتاع الشاي، السكر الابيض العادي، تمام، مش سكر بودره. يبقى 8 بيضات و200 جرام دقيق و200 جرام سكر ورشه فانيليا ونص معلقه بيكنج بودر، تمام. بضرب البيض مع السكر لحد ما يبقى عندي الفوليوم عالي جدا جدا جدا، تمام، لحد ما تحسي ان البيض مع السكر اندمج بقى عامل زي الكريمي كده. وبعد كده انا بكون ناخل الدقيق مره واتنين عشان ابدا افرغه، احط عليه الفانيليا، احط عليه البيكنج باودر، وبنزل واحده واحده على البيض مع السكر اللي انا ضربته، واحده 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 في اتجاه واحد، في اتجاه نفس اتجاه المضرب، عشان اولا ما يهبطش معايا، لان الكيكه الاسفنجيه المضرب بيعمل فراغات داخل الكيكه الاسفنجيه بين البيض، فبيملاها هواء، هو ده اللي احنا عايزينه. فلو عودنا العكس اللي هتهبط تاني والهواء، تمام. بضربها واحده واحده واحطها في صينيه مقاس 26 لو عايزاها عاليه، تمام، و28 لو عايزاها متوسطه الحجم. يبقى عندي 26 او 28، لو عاليه تبقى 28، تبقى 26، لو متوسطه الحجم يبقى 28 تكون اوسع شويه. كل ده ندخلها درجه حراره 180 لمده ثلث ساعه، تبقى معاكي كيكه اسفنجيه وزي الفرن، بس شرط ما تفتحيش عليها الفرن. ونروح بني سويف ونقول لجنى الو. الو يا جنى. حضرتك انا عملت الكيكه النهارده بالشوكولاته، بس طلعت طريه جدا من النص. عملتي كيكه بالشوكولاته؟ بالشوكولاته طلعت طريه. طيب الحروف ناشفه ولا طريه برضو؟ الحروف مظبوطه بس النص طريه. طريه. طب الحروف الكيكه نفسها مظبوطه تمام؟ ايوه ماسكه نفسها بس النص كده هو ده اللي طلع. معنى كده ان انت ضربتي صح والكيكه طلعت معاكي صح، تمام. ولكن المشكلة عندنا في النار، في الفرن بقى عندك الحرارة، الحرارة ما جابتش نص الكيكة فاستوت من على الحرف ومن نص لا. كده أنت ممتازة وشاطرة وحافظي على النظام اللي أنت عامليه، ولكن نظبط النار شوية أو نحاول نشوف فرن غير الفرن. أنا طالبة طلب منك إيه؟ اتفضلي تحت أمرك. أنا عايزة طريقة بانيه بس يكون حلو. بانيه؟ أه. عينيا حاضر حالا. عندي بقى طريقة بانيه فظيعة. تمام. معانا الملكة بتاع البانيه، ملكة الكاترينج، هتقول لنا البانيه بقى. تمام. اه في تتبيلة بانيه حلوة قوي قوي. طب يا شيف كده ايه، راح اشوف ال احنا كده ايه البوبيت وارجع لك. اه شوف البوبيت وانا ولكن قولي لها البانيه. طيب بسرعة. اه البانيه طبعا مية بصل، هتكوني غسلاه طبعا ومنشفاه وكلام من ده اللي انت عارفاه. هتكوني تحطي ميه بصل وملح وفلفل ومايونيز وكاتشب وشويه لبن، وكلي بقى احلى، بيبقى جوسي كده بقى وطري وجميل جدا. اتفلي يا شيف لو سمحت. تمام زي الفل. يا سلام كده الرز عندنا خلص. سمعت تتبيله
البانيه. انا سمعت، احنا عايزين الساده المشاهدين اللي يسمعوا تتبيله البانيه ممكن تقولها تاني عشان تسمعني تلمستك شاطره ولا مش شاطره. وانت بقول لك تسمع انت عشان انتوا استاذتنا مش عشان تعرف تلمستك شاطره ولا مش شاطره يا شيخ. ربنا يبارك فيك. تمام يا شيف وتسلم ايدك. بهدلت الدنيا. تمام، يعني انت كده خلاص قلنا البانيه. مايونيز وكاتشب وشويه لبن وبيض وملح وفلفل. يا سلام بقى، هيبقى جوسي بقى كده وطاري ولا في شده ولا اي حاجه. احنا عايزين بقى ايه؟ تمام، تسلم ايدك. أيوة. يا شيف، احنا عندنا كام سؤال كده يا شيف نجاوب على حاجه منهم. اتفضل. طب قبل ما نجاوب ناخد نور. يا نور اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ازيك يا شيف؟ ربنا يبارك في حضرتك وامريني. منور الدنيا والله دايما. ربنا يبارك في حضرتك. والشيف امل كمان منور الدنيا. الشيف امل زي الفل. وزي القمر كمان. يا رب يبارك في حضرتك. امورينا، عند حضرتك اي سؤال؟ لا ما عنديش سؤال، بس انا كنت عايزه اعرف طريقه الرز بلبن، بس دي بعدين يعني. بس دلوقتي عايزه اقول ان انتوا بجد جمال قوي. والشيف امل كمان المره اللي فاتت عملت الوصفه اللي عملناها في البيت طعمها طلع حلو قوي. ربنا يبارك في حضرتك. يا رب ان شاء الله يكون الناس بتستفاد، واحنا مبسوطين جدا بان الناس اللي بتتفاعل معانا وتقول عملنا الوصفه وجربنا الوصفات. هو ده المقصود، ان احنا عاوزين نعلم الناس حاجه، عاوزين نقدم حاجه تفيد الناس. تمام. كده وقتنا خلص يا شيف. انت لسه ما خلصتيش. لا انا خلصت، انا شاطره. معانا اتصال تاني ناخده. ماشي مفيش مشكله. دي بقى الجبنه نحطها عليه كده تاني. تمام، نحطها عليه كده عشان ما تترميش. يا سلام يا شيفتنا. تمام. تسلم ايدك يا شيف وتسلم حركاتك وتسلم تكاتك. ونشيل ده من هنا يا شيف. طيب زي الفل كده يا شيف. سخن سخن قوي. تمام. وبنقول يا جماعه معلش تابعوا حلقاتنا، حلقات برنامج ساعه شهيه. الاسئله اللي ما بنجاوبش عليها هنحاول نجاوب عليها ان شاء الله في الحلقات الجايه. وبنقول لكل الناس احنا سعداء جدا بيكم، وسعداء جدا بتواصلنا معاكم، وسعداء بتواصلكم معانا. وانا بذكر كل الشاده المشاهدين، وبذكر الشيف امل على تشريفها معانا. ان شاء الله يعني ما تحرمناش من طلتها واكلاتها ووصفاتها الجميله، وربنا يبارك فيها ويوسع عليها في الكاترينج بتاعها. ما شاء الله هي ممتازه. وان شاء الله نحاول نجيب نماذج تعاملت مع الشيف امل، وهل تعامل الشيف امل نظامه ايه وكده، وندردش مع بعض. ان شاء الله نجيب لكم عبد الله ونجيب الاطفال، نبدا بقى نحفز الاطفال على دخول المطبخ وتعليم الاكلات. نحاول بقدر المستطاع نفيد بعض. بقول للساده المشاهدين تواصلوا معانا بعد البرنامج على صفحه ساعه شهيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة لموعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم مطبخنا هنتعلم